وهو المدير الفني للنادي الاهلي مارسيل كولر، اللي كان مش بمناسبه الكلام على الصفقات مجرد صفقه تعاقديه. انا بشوف ان مارسيل كولر جاء في مرحله استثنائيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت عشان تدي مارسيل كولر حقه لازم ما تبصش كذاكره انتقائيه لفكره ان هو استلم فريق بطل دوري ابطال افريقيا من سنتين، واخد 2 برونزيه عالم. يا جماعه هكذا لا تقيم كره القدم. كره القدم استلمك فيها كولر في لحظه انت خسران دوري، خسران كاس مع سواريش، خسران دوري ابطال افريقيا، وعامل موسم من اسوأ مواسمك. الراجل جه حط فلسفه، حط قواعد. وانا بقول للامانه انا مستغرب. هو يا جماعه البعض بيشوف ان كولر واخد حقه، لا انا شايف كولر مش واخد حقه اعلاميا اطلاقا. كولر مش واخد حقه اعلاميا اطلاقا. احنا عندنا يا جماعه مدرب بيجي ياخد دوري كان بيتقال عليه بروفيسور والناس تتعلم منه. انا ماليش علاقه، انت مش جاي شغال بسي في، انت جاي شغال في النهايه بتحقق ايه؟ فانا بشوف ان مارسيل كولر يستحق ان هو ياخد حقه. بس مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي ما بعد انتصار الحرس كان ليه كلام مهم جدا ان احنا نسمعه ونعقب. Die warten, bis du fertig bist. Ich werde sowieso übersetzen, ja. Und dementsprechend sind wir froh, dass wir hier das Spiel gewinnen konnten. Wir haben auch recht viel durchgemischt und ja, und haben sicher verdient das Spiel gewonnen. كان في صعوبة أو صعوبة المباراة كانت أكتر في التحضير للمباراة بعد الفوز بدوري الأبطال بنتيجة كبيرة وفوز كبير وفرحة كبيرة. بعد كده كمان راحت لعيبه المنتخب، احنا قعدوا ايام كتير، احنا اللعيبه ما جاتلناش غير من يومين بس، ان اللعيبه بدات ترجع كلها تاني او يبقى عندي القايمه كامله من يومين. فالتحضير للمباراه دي والاجواء طبعا اللي بعد الفوز فرحه كبيره وسعاده كبيره جدا وطبعا نتيجه كبيره، لكن ازاي ان التركيز اقدر ارجعه تاني وان احنا نقدر ان احنا نركز في ماتشات الدوري، دي كانت صعوبه المباراه. ازاي ان انا بعد كل ده وبعد كل الغيابات دي والناس لسه راجعه من يومين ان انا ادخل الفرقه تاني في اجواء الدوري. لكن الحمد لله ان احنا قدرنا نتغلب على ده، عملنا تعديلات كتير في التشكيل، ورغم كده النهارده الحمد لله كسبنا مكسب كبير ومستحق. بس داليم مالول ان سبيلر دير سير فيل ارفارون هات دير دير دين سي من اوخ لايخت تو فيورن است دير natürlich ein hervorragender Spieler ist, der sehr wichtig ist auch für dieses Team, der auch eine Persönlichkeit ist und dementsprechend sind wir froh, dass wir ihn bei uns haben. بالنسبة لعلي معلول، علي معلول لعيب عنده خبرات كبيرة جدا، لعيب كبير جدا، لعيب سهل جدا ان انت تبقى مدرب ليه او تقوده، لان هو بيسهل لك كل حاجة. هو لعيب عارف واجباته، لعيب محترف. علي شخصية كبيرة جدا، لعيب كبير جدا فنيا وكمان كشخصية، ولاعيب مهم لينا جدا، لعيب مهم لفرقه النادي الاهلي. وعشان كده انا سعيد جدا ان انا عندي لعيب زي علي معلول في الفرقه. انا بالنسبه لي الدوري لسه لم يحسم، وبالتالي كل الامور لسه مفتوحه. هركز في الدوري وهبذل كل جهدي انا ولاعيبتي ان احنا نكسب الماتشات الدوري. عندنا ماتش يوم الاحد في الكاس ضد السويس هنركز فيه، بعد كده عندنا هنرجع تاني لماتشات الدوري. وبما اني لسه ما حسمتش حاجه فما بفكرش ابعد من خطوه الماتش الجاي، وبعد ما نخلص ماتشات الدوري ما نتكلم، لكن انا ما فيش افكار خالص بخصوص حاجه زي كده. كولر بيحب معلول واحنا بنحب معلول وبنحب كولر كمان. ولكن يا جماعه كولر اتكلم في حاجه، ازاي ادى الفريق دوافع وهو رجع حاسس ان هو بطل افريقيا وحاسس ان هو في وضعيه مختلفه. وللامانه كولر مش بس حل مشكله ان احنا كنا نرجع من كاس العالم عندنا دروب في الدوري، نرجع من دوري ابطال افريقيا عندنا مشكله في الدوري. انت المره دي ده ما حصلش. فكولر مش بس المدرب اللي حل ده، ولا كولر المدرب اللي قدر يحقق نتائج استثنائيه في اول موسم، اول مدرب في تاريخ النادي الاهلي يحقق دوري ابطال افريقيا وان شاء الله في طريقه الى الدوري، ويحقق رابع عالم انديه، يحقق كاس، ويحقق 2 سوبر. كولر مش بس المدرب اللي اشتغل على تفاصيل سواء اجهزه تدريبيه او امور نفسيه. كولر مش بس المدرب اللي قدر يفوز على بيراميدز 3 مرات ورا بعض، وفكره بقى عقده بيراميدز وكان برنامج يطلع يجيب لك مقارنات ويقول لك اصل انت ما بتكسبش بيراميدز. كولر مش بس اللي في مواجهتين قدام الزمالك قدر يحقق انتصارات، وفي الثالثه الزمالك
مشيها انسحب بلاش هروب، كل ده عمله كولر. امور كتير جدا تفاصيل تخص الاعداد البدني والاعداد النفسي ودخول معد نفسي، المداوره اللي حصلت بين اللاعبين. للامانه انا بشوف ان كولر مشروع مميز جدا جدا جدا، ومن حظ النادي الاهلي ومن حظ كولر، عشان اكون صريح، لان المره اللي فاتت اتكلمت في ده، ان كولر بامكانياته ورغبته في تحقيق النجاح يتواجد مع منظومه هي قادره تمنح، انت مجتهد اتحط جوه النادي الاهلي هتحقق افضل نتائج استثنائيه طالما عندك الاساسيات. فللامانه تجربه كولر والنادي الاهلي هما اتنين تلاقوا ربما بعد سنوات كان فيها تاخير شويه، لان انا شايف التجربه دي كان النادي الاهلي محتاجها من بدري. يعني انت خرجت من جزئيه حققت نجاحات كبيره جدا ما نقدرش ننكرها، ولكن عارف التجربه اللي تحس ان هي ملهمة. على مستوى التفاصيل بالظبط تقدر تبص تقول دي تجربه اللي هي الحاجات اللي بتتحط هيدوكوتي فايتسا جزئيه. انا بشوف ان كولر بعد التجربه دي ده بالتاكيد، وعشان كده باكد ان فعلا كولر لابد ان ياخذ حقه في الاعلام الرياضي بشكل واضح، بل انا كمان شايف ان هو ممكن ينطلق لمساحات اكبر من الاعلام الرياضي، لان الحقيقه كولر شخصيه لابد انها تصل لكل الاسر المصريه، لان باللي بيعمله ده بالتعامل مع المصريين بشكل بعشقه لعمله بالشكل ده، لا لازم يكون في تسليط ضوء بشكل واضح عليه. وده الحقيقه نجاح يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي اللي وجد ضالته فعلا في مدير فني، زي ما يتحط في السي في بتاعه ان هو درب النادي الاهلي وحقق بطولات لم يحققها من حيث العدد من قبل، وحقق قبل كده بطولات ولكن لم يحقق نفس العدد ده من قبل كمدير فني، لا يتحط ايضا في سي في مجلس الاداره ان هو تعاقد مع مدير فني ملهم. وعشان تعرفوا هو ليه ملهم وليه كولر لايق قوي على النادي الاهلي، تعالوا اسمعوا راي كولر في المؤتمر الصحفي ونرجع نعقد. انا اولا بشكر حضرتك، لكن احنا انا لسه ما عدتش سنه، انا لسه بقالي بعض شهور لسه. Natürlich auch bei Al-Ahli ein großer Club, der natürlich auch gut aufgestellt ist. Und dementsprechend sind wir froh, dass wir hier sind und zusammen erfolgreich sind. فبالتاكيد هو ما كملتش سنه، لسه انا فتره قصيره موجود، لكن في الفتره دي جالي خدت معلومات كتير، انطباعات كتير عن الكره الافريقيه، وطبعا ان انا موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي، نادي منظم، نادي عنده اسس، وانا سعيد جدا بان انا متواجد في نادي كبير زي النادي الاهلي، وان انا قادر ان انا اعيش في الاجواء دي. بالنسبه للنص الجزء الاول من السؤال، ان انا طبعا انا خلاص عرفت جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي عايز على طول بطولات، الليله ما بتخلصش بعد ما بنكسب البطوله، يعني ما بتعديش الليله وننام عليها بيكون بيطالبني بالبطوله اللي بعدها على طول. لازم اتقبل ده وانا متقبله، لان جزء كمان من شخصيتي، انا كمان بحب البطولات، جعان بطولات، نفسي ان انا اخد كل البطولات، ونفسي ان انا احقق لهم طموحهم ان احنا ناخد كل حاجه. انا كمدرب وقبل كده كنت كلاعب حصلت على بطولات، عارف الاحساس ده ونفسي ان انا احس بيه على طول. Und es ist natürlich einfacher zu sagen, okay, wir wollen den nächsten Titel, wir wollen Club-WM, wir wollen Super League und wir wollen alles gewinnen, als dann zu arbeiten. Das Arbeiten, das zu erreichen, ist natürlich viel die größere Arbeit, als einfach zu sagen, hallo, da müsst ihr und da müsst ihr. كمان في نقطة تانية، سهل جدا إن أنت تقول احلامك وطموحاتك، انا عايز ده وعايز ده، انا عايز اخد كاس العالم للانديه، انا عايز اخد الدوري السوبر ليج الجديد، انا عايز اخد البطولات دي كلها، سهل ان انت تقول، الاصعب اللي هو الشغل، ان انت تشتغل عشان تحقق كل الطموحات دي، ده اللي احنا فيه، وده التعب الكبير، ان انت عشان الكلام سهل والاحلام سهله، لكن التنفيذ وان انت تحقق ده هو ده الصعوبه. هو ده سر ان كولر لايق على النادي الاهلي. ممكن تكون مدير فني كبير جدا، ممكن تكون عندك افكار، عندك سمات شخصية معينة، ولكن بتيجي تقف عند النادي الأهلي وطموحات جماهير النادي الأهلي، اللي هي بالمناسبة زي ما بنقول دايما هي طموحات ربما لا تكون عادلة، ربما تكون ضاغطة دايما، حطاك تحت الضغط طول الوقت، ولكن النجاح مرتبط بقى بشخصية كولر. كولر اللي قال إيه؟ أنا عارف كويس قوي جماهير النادي الأهلي، عارف كويس قوي إن الليلة اللي احنا بناخد فيها البطولة مش بتعدي إلا وأنا عارف وبيطالبوني ببطولة تانية، وأنا متشابه معاه. هو ده المهم، أنا شبههم، أنا راجل جعان بطولات، أنا راجل عارف يعني إيه لحظات التتويج بالبطولات، وأنا لاعب ومدير فني وعايزها طول الوقت تكون موجودة. بس لازم ناخد بالنا من نقطة، إن الكلام سهل
كلنا عاوزين ناخد بطوله كاس العالم للانديه، كلنا عايزين ناخد دوري ابطال افريقيا، لكن ده بيتحقق بمجهود كبير جدا. وده كلام مهم جدا لمارسيل كولر، والاهم عشان البعض بدا يتحدث عن مارسيل كولر ونجاحاته وقصه النادي الاهلي. الراجل قال لك انا سعيد جدا بالتواجد في النادي الاهلي، نادي منظم، نادي عنده اسس. هو ده المدير الفني اللي قادر ان انت تخليه مشروعك فعلا لسنوات. وعايز اشيد للامانه يعني بالمترجم الدكتور خالد الجوادي، لان الحقيقه هو مترجم بروح الفانيله الحمراء، مشجع اهلاوي، وما كانش هيوصل لكولر كل الاحاسيس دي عن جماهير النادي الاهلي من مجرد رؤيه الجماهير في المدرج فقط لا غير، لا، من كمان لازم يكون في حد مترجم امين جدا في نقل كل شيء ممكن يفيد النادي الاهلي من خلال تكوين صوره ذهنيه عن طبيعه النادي الاهلي، اداره ونادي وجماهير واعلام. الدور ده بيقوم بيه الدكتور خالد الجوادي بشكل واضح جدا، لدرجه ان مارسيل كولر دائم الاشاده بيه، وتحدث بوضوح ان هو في الاسبوع ما بين مباراه الذهاب والعوده امام الوداد البيضاوي المغربي قال ان انا كان عندي اصلا المترجم هو نفسه متوتر هو كمان، وكانه لاعب عندي في الفريق، فبدات ان انا اخرجه من الحاله دي وامنعه حاله الثقه في المباراه. مدير فني زي ده من وجهه نظري مش بس بطولات، لا، سمات شخصيه، وانا دايما بحط السمات الشخصيه في الاعتبار مع اي شخصيه موجوده في مكان اداري. اعتقد مارسيل كولر لسه قدامه كتير يمنحه للنادي الاهلي، والنادي الاهلي هيمنحه الكثير والكثير.